استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضبية صباح اليوم فخامة السيد لي ميونغ باك رئيس جمهورية كوريا الأسبق. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقات البحرينية الكورية تسير بخطى متنامية بفضل رغبتي البلدين في تطوير جوانب التعاون بينهما بما يلبي مصالحهما المشتركة، مشيدا سموه بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها جمهورية كوريا والنجاحات التي تحققها على صعيد التنمية. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص مملكة البحرين على توثيق أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع جمهورية كوريا والاستفادة من ما يملكه البلدان من مقومات تعزز هذا التعاون وتضمن نجاحه، منوها سموه بأهمية الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين لدورها في تقوية العلاقات وفتح آفاق أرحب من التعاون بينهما، مقدرا سموه عاليا حرص جمهورية كوريا الصديقة على الدفع بهذا التعاون نحو المزيد من النمو والتقدم، مثنيا سموه على دور الشركات الكورية العاملة في المشاريع المختلفة بالمملكة. من جانبه أعرب رئيس جمهورية كوريا الأسبق عن سعادته بزيارة مملكة البحرين، مؤكدا أنها تشكل إضافة لما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات تاريخية طويلة، معربا عن تطلع بلاده لزيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ويقينها أن هذه الزيارة ستسهم في تطوير التعاون القائم بين البلدين الصديقين بالشكل الذي يلبي طموحاتهما ويحقق مصالحهما المشتركة.